السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من عليكم دواعي السلام. السرور والفخر أن أكون أمام هذه النخبة الطيبة وفي هكذا مناسبة كبيرة، هي الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين والناطقين بالعربية. هذه المنصة المعطاء التي عانق عدد أعضائها 118,000 عضوا، يحق لنا أن نفخر بما تقدمه هذه المنصة، مثلما نفخر أننا كنا جزءا بسيطا من هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت. وإذا كان لنا أن لا ننسى فضل أحد في هذه المنصة، لا نستثني أحد، لكن الحق يقال أن مؤسس المنصة أخونا الدكتور سيف السويدي كان هو المفتاح الأكبر في كل ما تحقق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسب له ذلك وأن يحتسب لنا ما قدمناه له من دعم وإسناد. عندما نتحدث عن منصة أريد فنحن نتحدث عن مكان يجتمع فيه خيرة علماء الأمة وباحثيها وخبرائها، ويقدمون الكثير الكثير من النصح والإرشاد والتعليمات التي تأخذ بيد باحثين الشباب الذين وجدوا أنفسهم في عالم رقمي فيه الكثير من المفاجآت، ولا مكان فيه إلا لمن يواكب التطور ويمتلك المهارات اللازمة. وأريد تبحث عن امتلاك الباحثين لهذه المهارات بما يجعلهم منصة تواصلية كثيرة. هي إنجازات منصة أريد، والذي نتمناه أن تتكلل هذه الإنجازات بظهور جامعة أريد الدولية، هذه الجامعة التي ننتظر منها أن تكون نموذجا يقتدى به في جميع الجامعات والمؤسسات، نطبق من خلاله رؤية ورسالة وأهداف المنصة، ونحقق فيه ما يجعلنا نلقى الله بإذنه تعالى بوجه أبيض. مبارك لكل من عمل في منصة أريد، من كان في الواجهة، ومبارك مضاعف لمن كان في فريق الجنود المجهولين الذين كانوا يصلوننا بأحبتنا في كل شبر من بقاع الأرض. شكرا جزيلا للجميع، ومبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، وأن نلتقي العام القادم وقد تحقق شيء آخر جديد لهذه المنصة المعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.